دير لهم والو غدي يزاق. واحد قال له عطيني النمره ديال التليفون، ما بغاش تعطيه النمره ديال التليفون. كاع الدريه تعطيني النمره ديال التليفون، انت موجود تعطيني انت النمره ديال التليفون. تشدت هي وياه، جا واحد من لافامي ديالو ضربها بشمال من اللور وما يسيروا يضربوا فيها. راه حشومه ملي مشات هادشي وقع مع شي 8 الليل 9 الليل في الدرب، راه في الدرب، راه هما ساكنين ورانا، راه ساكنين ورانا، هاد الناس يعرفونا، راه كابرين معانا، وهاديك الدريه راه كابره معاهم. راه حشومه هادشي هذا. ودابا ملي مشات للدائره باش ياخذوا لها حقها، تما ما نصفوهاش، ما خدوش لها حقها. حنا قالنا سيري ديري شهاده طبيه، واش دري عينها زرقاء فخاتها كلهم زرقين، حنا ما عندناش باش نديروا شهاده طبيه، ما عندناش باش نديروا. الله غالب نهار بنهارو، انا خدامه شهر تمارين مع فرقه مع شباب الحي الحسني، انا ما عندناش. الغالب الله وسلم ما عندوش شي تحقر في البلاد، تنضربوا من السلعه موجي ياخذنا حقنا، ياخذنا حقنا، ياخذنا حقنا. راه حشومه هادشي هذا. واش اللي ما عندوش تظلم؟ واش الدريه خلتنا حنا جوج ولاد دابا، خلتنا جوج يتامى، كي غنديروا لهم؟ كي غنديروا لهم؟ واش هاد الناس هادو تاغيين؟ يسدوا لنا حقنا، نطلبوا من السلعه موشي واحد جلالة الملك يسدوا لنا حقنا، يسدوا لنا حقنا. الله يرحم لكم الوالدين. انتم عرفتوا بهاد القصه ديال الدراري فاش تعدوا عليها؟ وراه بنتي جات قالتها لي، ورغم ذلك جات ام الدري تتقول لها، تتعير فيها، تتعرف بشي كلام انا ما خصنيش نقولو، انا ما يسمحش ليا نقول هذيك الهضره. هذه ام اللي خصها تهضر مع ولدها تقول لي راه شتوما اش درتي للدريه، بدات تتعير فيها وتتقول لها واحد الهضره. ام الحراميين، ام هادي، ام ديك، ام هادي. واش هذه ام اللي غتقول لواحد الدريه ومظلومه ولدها ظالمها، ولا الحي كامل تشهد بهذا الشيء هذا؟ الله يرحم الوالدين، تطلب من السي الحموشي الله يرحم لك الوالدين، شد لنا حقنا، حنا بغينا حقنا، حنا راه ما ظالمين حتى واحد. ما تشدوا وطلقوا. ملي جينا نسولوا قال لك لا الدريه ما عندهاش شهاده طبيه. واش هي ما عندهاش شهاده طبيه وتظلم؟ حنا ما عندناش، ما عندناش حنا العشيه ديالنا، ما عندناش. انتم عرفتوا باللي هي اللي شعلت العافيه في راسها ولا شعلها لا شيء؟ لا هي هي دخلات للطواليت شعلت العافيه في راسها، انه من الدائره ديال رجال الامن قالت لي ما بغيتش تشدوا لي حقي، انا غنمشي نشعل في راسي العافيه. قالتها لي بحال هكا. وداك دخلات مشات مع توني جابت لي صان شعلت في راسها العافيه. شافها شي حد؟ هذه اللي شافها، شافها ولدها، شاف العافيه في الطواليط، اللي دخلت للطواليط جا عندي التيران، انا عندي في حصه تدريبيه في الفئات الصغرى، جا عندي قال لي بابا راه ماما شعلت العافيه في راسها. دابا الدري هو مأطر لينا، عنده 9 سنين. ما عتقتوهاش؟ فين غتعتقي اختي؟ فين غتعتقي اختي؟ كي غديري تتعتقي؟ واش كاين شي واحد غيخلي الكبده ديالو؟ حنا راه كنا نموتوا حنا وما تموتش هي، راه خلاتنا جوج اليتامى، راه جوج دراري خلات لينا. نطلبوا من السي العموش يسدنا حقنا، الله يرحم الوالدين، ما بغيناش نديروا شي حاجه اللي هي ضحيه ونولوا حتى حنا ضحايا. الله يرحم الوالدين. وعاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، والسلام عليكم. كيبقى الام ديالها؟ والام ديالها تاهي راه في الامور دابا، راه اش غنقول لك، راه كلشي مدمر اختي، راه كلشي مدمر. واحد عنده عام ونص، واحد عنده 9 سنين. واحد عنده عام ونص، واحد عنده 9 سنين. راه هو راه كون كان اسمح لي انا نجيبو كاع تشوفوه، نمروا للملاء حنايا. الله يرحم الوالدين، نطلب من السي الحموشي يسدنا حقنا، حنا ربينا حقنا، حنا راه ما ظالمين حتى واحد. وعاش الملك، والسلام عليكم. شراسه وكانوا نشوفوها في هذيك السيريا ويديوها السبيطار يدقولوها البرا، يوقفوا معاها ياخذوا بيدو. علاش كيشدوا مسطي وكيديو لدار العزازه وكيديو جبل؟ علاش بنتي ما وقفوش معاها؟ علاش ملي مشيت عندها قال لي راه انا خدام معاك، هي الدريه كتجمع في قلبها. جات مو الدري بركات على المعيار، سيري الشيطان، سيري بينك واش بينك وبين ولدي، وهي ما بينه وبينه حتى حاجه، ولات تقول لها خالتي اش بينه وبينه، اش بينه وبينه. هذيك الساعه بنتي وقعت على الواقعه. انا باركه بالرشيد الوليد صغير، وليد جاي وليده من المدرسه باقي صغير عنده 5 سنين، يلا جاي وخل دخل الدار، دخل الدار انا باركه في الزنقه حشكمتي، يلا جينا من السبيطار ومن الكوميساريه يلا جينا. مني انا باركه تحت في الزنقه حتى كيعيط الدري، وامي وامي ماما تحرقات، وامي ماما تحرقات، عنده 5 سنين هذا الوليد. وبنتي راه الله يرحم داخل حشي حولي وشويتي شويتي هو صايم حلقه. كاش واحد دابا ديري ها بوطة تحرقك وتشوفي كيفاش غتحسي، شوفي البوطة. حنا هنا ما درك شو واحد كتشوي في قلبك، عاد خلي واحد اللي محروق ومشوي. وليداته ما بغاش تحرق قدام ولدها، خلت ولدها اللي يشوف يتألم، عاودت تحت وعنقات وليدها صغير ور، وسلمات على الجيران قالت لهم سماحة، قالت
ديالها واش غادي لبرا، حيت هي كانت في الابيدجو وكانت في الامارات، عايشه في الامارات، ومني جات هذا المغرب كحل راني طرا لي هادشي. حتى واحد ما عمره ما رحم شي واحد، اللي دوات معايا برك على حاجه من تحت الحزام، ومع زيبه كيعيروها بهذوك الوليدات، ربما لله علم لله، حيت هي كانت وما كانتش التليفون كتبرك حدا واحد القنديل واحد الباب كدوي مع حتى واحد، كتبغيش اللي يضربها، انا ما كنضربهاش وبوها ما كيضربهاش، يجي واحد يضربها، نخلي اوديوات في تليفونها قالنا معاش داروا لها وشنو هو الساعه وكيفاش وكيفاش، مخلي التليفون الصوت ديالها، السميه فلان قال لك كندير هذوك اللي زيات اللي كيلصقوا هذوك البيضين بحال هكا، جايبه شي غيحيد لها اللي زيات من ودنها، قالت لي طلق هذوك اللي زيات راه ديال ولدي امي، قالت لي تعطيتي النمره ديالك كاملين وانا ما تعطينيش النمره، صافي هي بوطات واحد الحجره بحال هكا، قال لها ضربتيني بحجره، جا الاخر كيضرب فيها، الاخر دار من اللور بقى يجمع فيها بالشمالات بحال شي كره، قالت لك انا كيكوروا فيا شدوها من القبضه ديال الجلابيه، هي ما كتلبش الرومي، هي غير جلاب، جلاب والزيف، جلاب والزيف، جلاب والزيف، ما عندهاش حويجه، حويجه بقاو في الامارات كاملين ذكر بعض البوالات بقاو تما، جابتها البيبي ديالي اللي جابته، بقينا على جيجي الوليد باش ما ياخذوش حيت دار زايد كياخذوا الوليدات، جيبيه 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 جيبيه، كنا خليته تم تعطيه وتبقى ندمتي، علاش قلتي ليها بزاف ديال الحوايج؟ ندمت بزاف ديال الحوايج، كنت حركت انا وياها ديك الساعه، شي ديك الساعه كنت معاها ونجرها من رجليها، كنت حركت انا وياها، انا دوزت حقي تشعل فيا العافيه نتحرق، بنتي ما تموتش ليا، بنتي زينه، بنتي بيضه وزينه، بنتي بيضه وزينه، وسلالة مع الزهر، وبلا بلا هذوك اللي كيبيضوا فمهم، وسلالة الزهر، وضريفة، وكل شيء عزيز علي، وكل شيء تلعب معاه، وكل شيء تلعب معاه، وبنتي، وبنتي ما كانش لي رد عليا، وبنتي ما كانش لي رد عليا، وبنتي ما كانش لي جيب عليا، وخا تعطوا لي العقل، وخا يردوا لي العقل، فين هي بنتي؟ بنتي اللي خلات هاد الوليدات اليتامة. وليدات اليتامى كنت كنمشي نخدم في الديور وكنخليها مع الوليدات وليداتها باش نجيب لهم القوت ونجيب لهم الحليب ونجيب لهم ليكوش باش هي ما تحش براسها راه ما خاصها حتى حاجه. في الاستيطاح ديالي كندير اكثر من جهدي، كندير بحال الرجاله ما كنديرش بحال العيالات، كنخدم وكنجيب وكنحيدها من فوق السبع نجيب لها ونشارجي لها الكونيكسيون نقول لها ها هي حيت هي تبغي الكونيكسيون ونجيب لها ما تاكل، ومن العشيه للعشيه كتبقى هذاك سبوفي وراه يدير سكينه وتبغي الكليوت وكتشري 4 دراهم ديال الزريعه ولا 100 دريال وكتبرك حدا الباب، ما كتمشاش ما كتمشي حتى بلاصه بعيده حدا الباب، كتبقى واخا تبقى بوابه حتى العشره كاع وطلع، الله يجدد على الرحمه، الله يثبت على السؤال، هي شواتني بنيتي، شواتني بنيتي، وما كانش واحد يرد ليا بنيتي، ما كانش واحد، طبعا ما غيعز بيا العافية شعلة ليا لداخل، أنا صابرة، كيفاش صابرة أنا، كيفاش صابرة، ما عرفتش كيفاش صابرة.